السلام عليكم مشاهدينا الكرام. انتهت للتو الوقفه الاحتجاجيه للجماهير الرجاويه من امام مقر الاذاعه اللي كيحتجوا عليها الرجاويين. في هذا الفيديو هذا غنقلوا لكم اراء ومطالب الجماهير الرجاويه من هذه الوقفه والغرض منها. خليكم مع هذا الفيديو. الوطن المالي هي الاولى. الناس اخو ما فاش بغاو عندنا حنا ديما الرجاء الرجاء الرجاء. وعطات الرجاء اش دارت لهاد الناس؟ كنات اليوم ديالهم ووصلت معاهم حتى للخيانه. حنا مغاربه قبل منهم واقيلا كاع. اش بغاو عندنا هاد الرجاء؟ الرجاء تلعب الكره وعندها مشاكل عايشه فيها، ما عندها ما دير بمشاكل اخرين. يكفي اللي عندنا، يكفينا. ما عندنا ما نديروا بهاد الهضور وبهاد التمثيليات وبهاد المسرح وهاد الافلام ديال الوسترن. شيخ ما عندنا ما نديرو به، حنا بغينا الرجاء تربح، ما عندنا ما نديرو بهذا الشيء كله. الناس هادو مسو بينا غنمسو بهم، غناخذوا حقنا في البلاد فيها قانون الحمد لله. الله الوطن والملك. تحيه لكم وتحيه لجميع المنابر النزيهه اللي كتحاول تنقل الحقيقه وكتحاول تفاعل مع الاحداث الرياضيه. فالحدث الرياضي اليوم هو وقفه لجميع الرجاويين الاحرار في وجه جميع مظاهر الفساد وجميع مظاهر نشر البلطجه الرياضيه في محيط الرياضه. نحن نريد رياضه نقيه، رياضه اخلاقيه تحترم اخلاقيه المهنه، وعلى الصحافه ان تقوم بدورها لتنوير الشعب عوض ان تنقل الحقيقه التي تريد والحقيقه التي تصنعها مع جميع من يواليها في هذا الفساد. لهذا فالوقفه اليوم ليس فقط للدفاع عن كرامه الرجاء التي مست ونعيتت باللاوطنيه، وقفه اليوم هي ضد ازدواجيه المهام، لان ازدواجيه المهام هي اسباب هذه المشاكل كلها. حين يكون الرئيس رئيس فريق مسؤول على تسيير الكره، فانتظر انتظر استغلال النفوذ، انتظر استغلال الصحافه، انتظر كل اشكال الفساد. لهذا هي وقفه لكرامه الرجاء وضد الفساد وضد ازدواجية المهام. وشكرا. السلام عليكم. اقسم ما الناس اقسم ما شافوا الرجاء واصله تتربح شي ماتش شي حاجه خصهم يديروا التشويش، التشويش لهاد الناس باش ما يفرحوش. ديما التشويش. وهاد عباد الله واش مخلصينهم؟ واش شي حاجه بغينا نعرفوا على هاد راديو مارس؟ ما ذاك العام ولا ذاك العام مالك مع الرجاء؟ اش بينك وبينها؟ اش مالكم؟ وكاملين وديما دايرين علميكا ورا الرجاء. ديما كاينه الرجاء وتعيش الرجاء. حنا راه كنا في الجزائر وهزينا الدرابو ديال المغرب وكنقولوا الصحراء مغربيه. هو ديما ملي كيشوف الرجاء وصلت تقربت شي لقب ولا كيبغي ينكد عنا الفرحه ديالنا، كيبغي ينكد علينا التشويش ديما كيديروا لينا على الفارع دائما ودائما ومن شحال هادي. اخو هاد الاذاعه اخويا راه بانت حق الضد ديالها مع الرجاء. المهم هادشي راه حشومه عليهم والله، راه عيب عيب. ومازال غنقول كلمتنا ان شاء الله في 2021. وانتم شكون اللي رابح حنا ولا انتوما؟ وشكون اللي خاسر حنا ولا انتوما؟ حنا ما كاينش اللي غادي يجردنا من الوطنيه ديالنا، حنا وطنيين، الشعب ديال الرجاء وطني. وغنديروا الاستفتاء نديروه دابا، لقاو 75% كل رجاويه في المغرب بدون استفتاء، و25 فريق 25% مقسومه على جميع الفرق اللي كاينه في المغرب، وغتشوفوا ان شاء الله شكون اللي رابح حنا ولا انتوما. هادي راه واحد زيرو دابا. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، كيف ما شاهدتوا أن الوقفة الحمد لله مرت في واحد الجو اللي هو أخوي، وقفة سلمية نادت لها اتحادات الجمعيات ديال محبي وأنصار فريق الرجاء الرياضي العالمي. جينا لهذا المكان مباشرة وأنفاس مع المقر ديال راديو مارس باش نعبروا على السخط ديالنا وعلى الانتعاض ديالنا على الميساجات اللي مروهم في برنامج إذاعي مباشر اللي كيسيء التاريخ وجمهور فريق الرجاء الرياضي العالمي. إلا كان الرجاء والرجاويين تيتهموا بالخيانة، مع العلم أن تغنات الصحراء المغربية من قلب جزائر العاصمة، وأمام الرأي الإعلامي وأمام المسؤولين الجزائريين وبقوة الرجال في مناصب في عدة مقابلات، دائما كنا أننا سباقين بأننا كنا كنمثلوا الراية الوطنية. وسبق لهذا أن السفير دولة البرتغال كان استقبلنا في السفاره ديال البرتغال وكان اعترف بان الصحراء مغربيه. من ضمن المطالب ديالنا هو انه يعترف بان الصحراء مغربيه. هذا الشيء كامل كيجسد على حب وتعلق الرجاء والرجاويين
بالوحده الترابيه وبمقدسات المملكه. وشكرا.